السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير حضرات السادة المشاهدين حلقة جديدة من برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية حلقتنا النهاردة بعنوان الدرة المصرية نعمة أم أزمة نعمة أم أزمة عملناها في شار فقال لنا بقيمته شويناه عشان الحبايب ياكلوه على الكورنيش فاصبح منافس للترمس وما عادش له قيمه رفعناه من رغيف العيش فكترت امراض السكر والكوليسترول وامراض السمنه كلها فاصبح طبيعي انه يكون الوجبه المفضله لمواشينا وماله مفيش مشكله الذره في كل بلدان العالم مصنف على انه محصول نجيلي علفي لم يدخل بعد في تصنيف المحاصيل الزيتيه لان كميه الزيت المستخلصه من جنينه قليله جدا بس مش احنا بس اللي فشرناه ومش احنا بس اللي شوناه لكن للاسف احنا بس اللي سخطناه وقللنا من قيمه العديده مش من قيمه واحده الدره محصول يا حضرات الساده المشاهدين متعدد الفوائد فيه غذاء نافع جدا 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 للانسان وصح جدا بنستخدمه كاعلاف لتربيه الحيوانات يعني للانتاج الحيواني والداجني والسمكي لانتاج اللحوم والالبان بنصنع منه اعلاف للدواجن عشان لحم الدواجن الابيض والبيض ايضا بنستخلص منه النشا للصناعات بنستخلص منه الجلوتين اللي هو بروتين الجنين ايضا لصناعات عديده جدا ممكن نعصره ونطلع منه زيت حتى لو كان قليل كل دول العالم او معظم دول العالم بتصدر لنا زيت الذره ليه؟ لانها عندها مساحات شاسعه جدا من الذره بتتزرع كل ده بيصب في خانة توفير النقد الأجنبي لمصر لأن مصر بتستورد ما لا يقل عن 7 مليون طن ذرة صفرة سنويا علشان تدخل في صناعة أعلاف الدواجن وإحنا عندنا قطاع الدواجن طبعا قطاع كبير جدا وصلنا النهاردة الحمد لله في إنتاج الدواجن في مصر لإنتاج أكثر من ثلاثة مليون دجاجة يوميا بدأنا نغطي احتياجاتنا من الدواجن يوميا يعني استهلاكنا الذاتي بدأنا نغطيه وإن شاء الله في 2019 زي ما أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة أن مصر بتستهدف إن شاء الله السنة الجاية تصدير الدواجن البيضة لتاني لدول إفريقيا وبعض دول أسيا تسويق الذرة وأزمته هو ده موضوع حلقتنا النهاردة وهتكون بالتزامن مع اجتماع عقد النهارده مع المعنيين بتسويق الذره في مصر. ليه؟ احنا كنا زمان بنحلم باننا نزرع 2 مليون فدان ذره. يعني كنا بنحلم ان احنا نقنع الناس يمتنعوا عن زراعه الرز عشان الاستهلاك الشري او الزايد للمياه واحنا دوله مقبله على فقر مائي شديد. فالسنه دي بالفعل وصلنا لزراعات الذره الى 2.5 مليون ومستهدف بعد الحصر الفعلى ان احنا نوصل لاثنين وسبعة من عشرة او 2.8 وثمانية من عشرة مليون فدان ذرة يعني احنا كده إن شاء الله بنستعد لإنتاج حبوب حبوب لو كل الذرة ده دخل كوز واتفرد حباية حوالي ثمانية إلى ثمانية ونص مليون طن ذرة طب احنا بنستورد سنويا سبعة مليون طن ذرة بحوالي خمسة مليار دولار من بره، يعني احنا بندعم الفلاح الروسي والارجنتيني والاوكراني على حساب الخزينه العامه للدوله بتاعتنا، على حساب النقد الاجنبي بتاعنا. بقول لكم هو موضوع حلقتنا النهارده وهتكون بالتزامن مع اجتماع عقد النهارده مع المعنيين بتسويق الذره في مصر، وهم ثلاث فرق. الفريق الاول حكومي من وزاره الزراعه والتاني تعاوني وده بيكون رابط بين الحكومه والقطاع الاهلي وبيمثلوا رؤساء جمعيات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والتالت القطاع الاهلي الصرف وده القطاع الخاص وبيمثله مسؤول شركات انتاج الدواجن اللي هم اعضاء الاتحاد او اتحاد منتجي الدواجن في مصر. الاجتماع ده كان التاني من نوعه في الوزاره النهارده سبقه الاسبوع الماضي اجتماع زيه بالظبط. عقد الاجتماعان برئاسة السيدة الأستاذة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وكان هدف الاجتماعين التوصل لصيغة مناسبة لخلق حلقات وسيطة بين المنتج أو المزارع اللي هو الفلاح والمستهلك اللي هو المربي مربي الدواجن والماشية المعضلة اللي هتبقى واقفة في زور مزارع الذرة على طول في مصر من وجهة نظر الشخصية في ظل في ظل هذه الإجراءات المتعبة حاليا أن الدرة المصرية هتتسعر بسعر الدرة العالمية اللي هي الدرة المستوردة وعاوزكم تصحوا بس معايا في الحتة دي الدرة المستوردة دي مفيش دولة النهاردة بتجمع أو بتحصد درة وتعبيه وتصدره كل دول العالم عندها حاجة اسمها الخزن الاستراتيجي بتحصد محصول السنة دي تعمل له خزين في مشاريع صوامع عملاقه عندها بمئات الالاف او بمئات الملايين من الاطنان عندهم بيقدروا يخزنوه وبعدين يشوفوا استهلاكهم السنوي في كل احتياجاتهم سواء تغذيه او اللي انا قلته او زيت او ذره او نشا او او الى اخره او اعلاف وبعدين يصدر لك السنه الجايه من محصول السنه اللي فاتت يتشحن اكثر من 40 الى 60 يوم في مراكب في ممر يعني ممرات مائيه طويله جدا بتقعد بالستين يوم غصب عن عن اللي طالع من ال ال الصوامع ال ال السليمه دي بيتعرض لنسبه رطوبه اثناء الشحن وبالتالي بتنمو فيه الفطريات. نمو الفطريات في الدرة يا حضرات او في اي محصول لابد ان ينتج عنه الفطر بياكل فلابد ان ينتج عنه اخراج، اخراج الفطريات هي ما يعرف باسم الأفلاتوكسين أو السموم الفطرية السموم الفطرية دي هي سموم قاتلة لكل من يتناولها أو كل من يصل إليه سواء كان طائر أو حيوان وبالتبعية الإنسان طيب أنت النهاردة هتساويني الدرة المصرية الطازة اللي منتجة النهاردة اللي أنا عارف هي طلع من أنه غيط هتساويني بدرة أنا ما أعرفش هي تعرضت لإيه وهي جاية وبتوصل بالفعل فيها سموم فطرية يقعد مربي الدواجن يقول لك اه والله انا ليه اللي يكسبني. انا بجيب الطن ب 180 او ب 200 دولار من مصر اه ما بيبقاش فيه ايه؟ يعني فيه شويه سموم فطريه اثناء الطبخ والعلاج وتصنيع العلف هضيف عليه مضادات للسموم الفطريه حوالي 50 جنيه للطن. لكن ما تجبرنيش على ان انا اشتري ذره مصري بفارق 1000 جنيه في الطن عن السعر العالمي. طيب يا سيدي في حاجه تانية نسبة البروتين في الدورة الطازة معروفة هتكون أعلى من نسبة البروتين في الدورة اللي جاي جنينه ميت وطالع عينه إنما أنا جنيني لسه صاحي يقول لي ما الجنين الصاحي ده بيتعبني وبيقرفني ومش هقدر أخزينه كتير عنده وما الصوامع إذا هي المعضلة فين؟ المعضلة أنا ما عدتش عارف هي الفرخ الأول ولا البيض الأول قلنا من زمان مصر في حاجة إلى مشروع قومي للصوامع المعدنية العملاقة مش هيكون لحفظ الدورة بس انا النهارده ربنا اكرمني بان انا هنتج حوالي بعد ما اشيل السلاج واشيل خزين الفلاحين واشيل ال... الاستهلاك الخاص هيكون عندي حوالي خمسة مليون طن ذره بيضه وصفرة موجودين في مصر النهاردة الوزارة في اجتماعها وهذا الورق بتاع الاجتماع اللي انا حضرت عشر دقايق منه بيقول ان احنا بنسعى السنة دي كحلقة اولى او كمرحلة اولى ان احنا نسوق 240 الى 250 الف طن ال 250 الف طن يا حضرات الساده من خمسة مليون طن انتوا عارفين لو قسمناهم هنلاقيهم ما يجوش 10% او خمسة في 5% من الذره اللي هيبقى موجود عندي طب ال 95% دول هوديهم فين يا عيني الفلاح هيشيل سلعته وقف تاني كل فلاح طلع شويه ذره هيجرشهم ويرميهم لمواشيه وبالتالي يتخلص منهم في النهايه انا هعمل ايه في النهاية أنا هعمل إيه خالص؟ يا ترى الفلاح بالطريقة دي هيزرع ذرة تاني ولا هيضطر ولا هي ولا هيضطر أهو إحنا النهارده معانا شطاط أهي من الإجتماع اللي كان في الوزارة النهارده برئاسة الدكتورة منى محرز وده كان الإجتماع التاني يا حضرات لتسويق الذرة لوجود آلية لتسويق الذرة الوزارة بتسعى الوزارة نفسها أنها بالفعل بدل ما تنتج خمسة مليون تنتج عشرة مليون بس مش ننتج ونرمي في البحر احنا ما عندناش رفاقية ان احنا ننتج ونرمي في البحر انا للأمانة اخدت على هذا الاجتماع ملحوظة ونسيت النهاردة ان انا اوجهها للدكتورة منى محرز بس يا ريت تكون هي فاضية دلوقتي ونطلبها في مداخلة اثناء الحلقة انا شايف كل المدعوين مهمين جدا جدا لهذا الاجتماع يعني كل الحضور كان حضور كويس قوي بصراحة مندوب من اتحاد منتجي الدواجن للمعاينة ما اعرفش كان في آه كان في ناس كتيرة جدا النهاردة معنيين يعني في منتجين وفي مسوقين وفي تعاونيين وفي مسؤولين من الوزارة من قطاع التعاون ومن قطاع الاستصلاح ومن قطاع الميكانة الزراعية عشان الفرطات والمجففات لكن غاب النهاردة أهم واحد بنتمناه تاني يظهر في سوق الذرة مسؤول وزارة التموين مسؤول هيئة السلع التموينية ليه احنا في مصر من عشر سنين رفعنا الدرة من الرغيف المصري ليه ما يبقاش فيه نسبة في الدقيق الموجه لرغيف العيش المدعم تاني فيه درة الدرة يا جماعة الخير صح جدا الدرة مفيش كوليسترول النهاردة أصبح هاجس الرفاهية عند المتخمين والأغنياء بيروحوا يدوروا على منتجات الكورن اللي هي الذره لانه خالي من الكوليسترول او صح جدا عن القمح ما الجلوتين اللي بيعمل حساسيه احيانا في البطن والامعاء وبيسبب امراض كتير جدا سواء للاطفال او لكبار السن في حساسية يا أخوانا اسمها حساسية الجلوتين بيصاب بها الطفل وبيصاب بها الصبي وبيصاب بها الشاب وبيصاب بها الكهل مش موجودة في الدرة إيه الإصرار على أن وزارة التموين تاني ما ترجعش تبقى حلقة مهمة جداً في تسويق الحاصلات الزراعيه واهمها الذره زي ما هي ملزمه بالقمح وده اساسا وفقا للماده 29 من الدستور المصري اللي بيلزم الدوله الماده 29 من الدستور بتقول الدوله ملتزمه بشراء الحاصلات الزراعيه من الفلاحين بسعر يحقق الربحيه طيب يا دكتور علي مصلح يا معالي وزير التموين ما الذي يمنعك النهارده انك تعيد تاني افتتاح حلقات التسويق والشون بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري اللي كان زمان ليه دور ايام ما كان بنك تنميه زراعيه والنهارده انتزع وراح الى البنك المركزي المصري واصبح بنك محدش يعرف كيانه ايه بالظبط ليه ما يرجعش ياخد دوره ليه ما يحصلش لينك بين وزاره الماليه ووزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والبنك الزراعي المصري ووزارة المالية كخزانة عامة دكتور محمد معيط بأنك تلزم البنك الزراعي المصري بأنه يسوق يمول كل الحلقات التسويقية المعنية بالدرة. الدرة أصبح ما أصبحش خيار آه ترفيهي ده أصبح خيار استراتيجي جبري بيعوض مصر عن ان احنا نهدر الميه في زراعات ارز مخالفه فننتج رز اكتر من احتياجاتنا فمش نصدر الرز بنصدر الميه يعني لو صدرنا كيلو الرز بواحد دولار الكيلو الرز بيستهلك يا حضرات اكتر من اتنين متر مكعب ميه يعني الفين لتر ميه لو قلنا ان اللتر بشلن بخمسه ساغ مش المتعبي بثلاثه جنيه وباربعه جنيه دلوقتي هنلاقي الكيلو الرز بيصرف أكتر من عشرين جنيه مية وأنا بصدره أقل من عشرين من جنيه يبقى أنا بصدر ميتي ببلاش يبقى أنا أهدرت إيجار الأرض وتعب الفلاح طيب زرعنا الذرة والحمد لله الظروف وصلتنا لأن إحنا نزرع السنادي دي وسبعة من عشرة مليون فدان ذرة يعنى هننتج السنة دي حوالي لو كل حبوب هننتج حوالي 8.5 ونص مليون مع تنحية السلاج والخزين وأنا عندي خمسة مليون طن ذرة ممكن يعوضون عن خمسة مليون طن ذرة أنا بستوردهم يوفروا لي مش أقل من أربعة مليار أربعة مليار دولار أنا بطلعهم من النقد الأجنبي بتاعي أدعم بهم المزارع الأجنبي ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هستضيف فيه اتنين من المعنيين بهذا الملف أولهم السيد النائب عبد الفتاح سراج عضو لجنة الزراعة بالبرلمان المصري ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة والسيد المهندس أحمد عبد الله مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة لكن قبل ما استقبل ضيوفي وقبل ما اروح لفقرتنا الرئيسية عندي شوية أحداث بخدم في المقدمة عادة زي ما إحنا متعودين الحدث الأول يا حضرات السادة الأفاضل حدث جلل وحدث مهم جدا، اتصل بيا مجموعة من فلاحين قرى في محافظة الغربية وتحديدا في قرية اسمها دمرو، قالوا لنا إحنا عندنا أزمة سماد وأزمة السماد مش من عدم التوافر بتاعه ده سمادنا بيجي وإحنا أكتر من ألفين فدان في زمام جمعية دمرو الزراعية ومعرفش كام قرية جنبهم السماد بتاعنا قدامنا سماد ألفين فدان جاي المقررات بتاعته في الجمعية وبتطلع قدام عينينا تتحمل على تريلات تتباع بسعر السوق السوداء والشكارة الحكومة خلاص رفعتها مثلا أو محددة سعرها المية وستين جنيه مدعم بتتباع لتاجر، التاجر يرجع يبيعها لي ب 300 جنيه، وده حقي وانا معايا بطاقة الحيازة الزراعية، وبرغم ان الفلاحين النهارده عادوا مثقفين، برغم ان كل القوانين سواء القرارات الوزارية السابقة او قانون الزراعة المصري القديم اللي من سنة كام و أو قرارات لجنة الأسمدة في ظل الوزير الحالي أو الوزراء السابقين بيقول أن السماد يصرف للزرع بصرف النظر عن نوع الملكيه. يعني حيثما وجد الزرع الاخضر ووجد زيد او عبيد بيزرع انا بصرف لزيد او عبيد اللي هو قاعد في الارض وهو اللي بيرعى الزرع، اذا السماد للزرع وليس للتاجر وليس للمزارع. فالنهارده السماد بيصرف من قطاع الخدمات بوزاره الزراعه بيروح على المديريه الحصه من التعاون بيوصل لقلب الجمعية تعوني التعاونيه، الجمعيات التعاونيه مشكوره بتقول له تعالى لو سمحت عشان تشتري تاخد الكيماوي بتاعك بالسعر المدعم اكتب لي على اقرار بان الارض دي ارض ملك الاوقاف، انت مالك يا عم؟ الراجل ده مبحوث من سنة من ايام عبد الناصر بقانون الاصلاح الزراعي وواخد الارض دي حسب كلامه ومسدد الاقساط اللي عليه ومعهد طاقة الحياز الزراعيه وفي خلاف بينه وبين الاوقاف، وقلنا القانون بيقول او القرار بيقول يصرف السماد للزرع بصرف النظر ان كان فيه نزاع ملكيه او ايا كان نوع الملكيه، انت مالك؟ نزاع الملكيه بيفصل فيه القانون او او القضاء، لكن الكيماوي انت عندك قرار تصرفه للي زارع، انت ليه بتبيعه وليه بتجبره على انه يمضي على ورقه تخليه يتنازل عن ارضه؟ عشان انا ما اتكلمش في الموضوع ده كتير، لو سمحتم هاتوا لنا المزارع اللي اسمه محمد مصطفى غازي اللي هو كلمنا التليفون عندكم يا حضرات لو موجود بنحاول نتصل بيه ومشغول طيب ماشي اتصل بيا مواطن مصري تاني محترم من قرية منشية عاصم مركز منية النصر محافظة الدقهلية اسمه الأستاذ سعيد وده راجل كان مدير مدرسة وبيزرع زي معظم أهالينا اللي هم أساسا موظفين ومحترمين لكن بيزرعوا الزراعة هي الأساس قال إحنا عندنا في بلدنا بس في زمام جمعية منشية عاصم بس ويمكن العزب اللي حواليها ما يقلش عن 500 فدان ذرة تاني وده موضوع حلقتنا برضو النهاردة 500 فدان ذرة الحمد لله محافظين عليهم وتمام الحمد لله عدوا موضوع الإجهاد الحراري ومطلعين كده كزام محترمة والإنتاج بتاعهم بيبشر السنة دي بإنتاج كويس من مثلا عشرين إلى 24 أردب طب هنودي إنتاجهم فين؟ قلت له إن شاء الله الوزارة بتحاول تشوف طريقة للتسويق بشكل عام وفعلا الحمد لله زي ما قلت لكم عقد الاجتماع التاني النهاردة ويا رب يكونوا توصلوا إلى حل ناجع وناجح للمشكلة عشان الناس يستمروا في زراعة الذرة لو الأستاذ سعيد متاح يا جماعة أطلبوا ألو السلام عليكم يا أستاذ سعيد إزيك؟ إزيك يا أستاذ محمود وكل سنة وأنت طيب وتحياتي لسيادتك وللضيوف الموجودين مع سعادتك الله يكرمك يا فندم أنا بس طلبتك لو أنت بعيد... يوفقك. الله يكرمك لو أنت بعيد عن التلفزيون أنا طلبتك بس عشان أبشرك إن الحكومة بالفعل والحكومة هنا متمثلة في وزارة الزراعة لم فرد. ولن تدخر جهدا في حل مشاكل الفلاحين وكان فرد. في الإجتماع النهارده في الوزارة بين المعنيين بتسويق الذرة والحمد لله توصلوا الآلية النهاردة يعني إن شاء الله هيوصلك حد من التعاون أو من اتحاد ممثل اتحاد منتج الدواجن وشركاته بالفعل يتعاقدوا معاك على الدرة لكن في شوية شروط يعني واعتقد ان هم عند حقهم فيها لازم الكوز يبقى سليم الحبات تبقى سليمة نسبة الرطوبة ما تزيدش عن 14% زي ما انتوا كلكم عارفين الكلام ده والحر السنة دي ان شاء الله كله في مصر هيساوي بين الله. الإبل والبحري ومش هنحتاج مجففات، عاوز اسمع منك انت كانت مشكلتك ايه؟ مشكلتنا يا استاذ محمود و... 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 والناس يعني عارفاها كلها ان احنا كفلاحين التزمنا بالدوره الزراعيه في الصيفي وزرعنا الذره. كتر خير رغم ان فدان الذره بيكلف الفلاح النهارده لو ما موش... لو هو بتاعه بس اكتر من 7000 ونص بخلاف ايجار الارض لو هو ماجر. نعم. الدوله الدوله قالت تزرعهم زرعنا. ما حدش بيهتم بالفلاح في تسويق الذره النهارده ليه الدوله ما توقفش استيراد الذره الاصفر من الخارج وتاخد الذره اللي موجوده في البلد النهارده هل هل الناس دي مش عارفه ان الفلاح بيحتضر الفلاح بيحتضر في القمح قالوا ان الفدان بيجيب 20 ردب و22 ردب وهذا كلام كاذب اكثر فدان بيزرعش عن 10 ل 12 ردب الفلاح السنه الجايه ما عادش زرع قمح وبالتالي لو استقر موضوع الذره زي ما هو عليه ما قلناش هنزرع ذره، هنسيب الارض بعيره لان هنعمل ايه؟ انا النهارده كل فدان بيكلفني سبعه ونص غير ايجاره. لو لو جيت اجرته بخمسه هيبقى ب 12 هيجيب ايه الذره؟ ما يجيبش ما يجيبش تكلفه التهاوي. والذره زرعناها مره واثنين وثلاثه والدوله ما بتتدخلش الحكومه في التهويات. ليه ما بتتدخلش الحكومه في التهويات والمبيدات والاسمده؟ انا عندي النهارده جمعيه تعاون منشأة عاصم منيه النصر. ما جلاش كيماوي من مده والدور هيتقطع اهو ومش عارفين ناخد قصص اشترينا الكيماوي من السوق السودي ب 250 جنيه للشكاره و 300 جنيه فين الدوله فين هل الناس دي مش عارفه حقيقه الوضع بالنسبه للفلاح لو ما هماش عارفين تبقى مصيبه ولو عارفين وبطنشهم يبقى المصيبه اكبر انا استاذ محمود احنا احنا الفلاحين بتحتظر الفلاحين عندنا النهارده تسيب الارض باينه لان الناس ه... ثبت الارض وهجرت الزراعه ما عادش حد هيشتغل فيها. انا النهارده عشان ادفع من جيبي وما لاقي واستلف واجيب قرض واجيب عشان اطلع زرع واجي ما تسوقش تسويق تعاوني مظبوط. ويجي لي ناتج من على ايه تاني يا استاذ طب يا استاذ سعيد انا اسال حضرتك سؤال لو سمحت اتفضل اتفضل انتوا استعداد كاعضاء جمعيه او ك انت عضو انت عضو في الجمعيه لا انا حاجة. انا مواطن عاي. يعني فلاح عادي يا سيدي ما انت فلاح حائز آه. انت طب. اساسا كده يبقى عضو في الجمعيه مش لازم يعني انت عضو في الجمعيه العامه آه. في الجمعيه ع... العموميه للجمعيه مش لازم تبقى عضو مجلس اداره لا, عندك عايزو عايزو استعداد ماشي, ماشي. تاجروا ع... فدان او فدانين تعملوهم منشر للدره وتعملوهم مركز تجميع على اساس انك انت تدي الجمعيه اكبر وجمعيه اكبر ما هي الدوله بتواجه مشكله تفتت النظام التعاوني مش قادرين يلموا الحكايه دي يا استاذ محمود لو سمحتني بعد اذن حضرتك انا ف... ممكن ألموا في مراكز تجميع الامن نعم انما انا عندي نص فدان عندي فدان عندي عنده 3/4 فدان هيروح يجيب حيجي... هيقول لك اجيب انا هاخد نفسي ليه ما انا أطول... اقطعه واترمى على الطريق الناس قطعت الذره النهارده يا محمود ده فيه دوده جت في الذره بتقسمه نصين دلوقتي لا 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 والفلاح زرع الذره ثلاث مرات في السنه دي نعم وكل مره كل مره الفداء بيتكلف تقاوي ذره بس 750 جنيه نعم يعني هيعمل ايه والله العظيم والله العظيم الناس بكت الناس بتبكي الفلاح بيحتضر هو انا بوادي. يا استاذ سعيد يا استاذ سعيد انا وادي ووزاره الزراعه في وادي ثاني خالص يا استاذ سعيد إيه؟ انا برضو فلاح وبقول لك انه برضو الفلاح عزيزتي. برضو الفلاح احيانا بيكون عنده خلاص ما عادش زي فلاح زمان في عنده شويه اهمال الدوده اللي طلعت للذره السنه دي انت عارف انها طالعه من البرسيم من الزريع اترش به ورشد البرسيم اللي جنب اراضي الذره دي كلها نعم وحطينا في البرسيم جاز عشان يموت في نفس في ما هو ده الغلط ما هي دي كل دي الممارسات أنا دي الممارسات الخاطئه الجمعيات الزراعيه انت بتلومني الجمعيات عمومة... وزاره الزراعه مش عندها ارشاد وعندها مديرين وعندها وزاره وعندها مديرين ادارات هم بيدوا كلام في المجال يا استاذ محمود مع احترامي لحضرتك حدش بينفذ على الواقع حاجه عموما انا 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 طلبت حضرتك علشان ابشرك واسمعك واقول لك يعني ان شاء الله انا يعني سعيد ببرنامجك وسعيد وانا يمكن حضرتك ببقى سعيد جدا لما الاقي واحد يتكلم يعني عن الفلاح يعني احنا مش عايزين حاجه يا جماعه احنا يعني الفلاح ده هو اللي واقف في الثورات وهو اللي واقف في كل حاجه مع الدوله وما طلبش حاجه والدوله حقي بس والدوله والدولة, والدوله مقدره ده وان شاء الله الدوله, الدولة مش هتدفع الدوله مقدره فينا هو محمود هي بتدمر فيه الوقت ده الفلاح بيموت بيحتضر أشكرك يا أستاذ سعيد شكرا جزيلا الحدث الثالث وهو الأهم عشان هو نعرفكم برضو أن وزارة الزراعة وخاصة قناة مصر الزراعية يعني منبر إرشادي محترم بنحذر فيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة والتحذير ده على لسان خبير المناخ صديقي الأستاذ الدكتور محمد فهيم خبير المناخ بمركز البحوث الزراعية الراجل ده ونشرناه امبارح والنهارده كمان بيحذر مزارع البطاطس في العروه اللي جايه دي اللي هي اللي هيسموها العروه الشتو اللي بتتزرع في اول اغسطس بيحذرهم بيقول لهم يا ناس ما تزرعوش البطاطس في اول اغسطس طن البطاطس التقاوي النهارده بيوصل من 25 ل 30 الف جنيه ده بند التقاوي فقط لغير شوف العماله شوف 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 تكلفه مبالغ فيها جدا في النهارده في زراعه فدان البطاطس فلما نيجي نزرع البطاطس في اول اغسطس وده الخطر الراجل بيقول لك مش هتاخد انتاج نهائي منها جد ابدا بسبب ارتفاع درجات الحراره دكتور محمد فهيم نصح بان العروه دي المفروض تتاخر لغايه اول سبتمبر يا ترى ايه السبب بدل ما اقول وانا وانا عارف السبب خلينا ناخد تليفونه مقفول وبنحاول نتصل بيه طيب ماشي هو له كام تليفون يا جماعه حاولوا معاه دكتور محمد فهيم قال لي بمنتهى البساطه وكلكم عارفين بس جازي الفلاح ما ياخدش باله من الموضوع ده ان كل نبات بيبقى له احتياجات حراريه معينه والاحتياجات الحراريه دي مش انها حراره يعني لا يا اما احتياجات من درجات البروده في الشتاء او درجات الحراره المرتفعه في الصيف اذا هو له وحدات حراريه معينه بياخدها في خلال فتره نمو الخضري يدخل على نمو الزهري والسمري ومجموع النضج النهائي انت كده لطول فترة الصيف السنة دي والارتفاع درجة الحرارة والتقلبات المناخية الموجودة حاليا النبات هيضطر ياخد معظم الوحدات الحرارية بتاعته اللي هي الحرارة العالية علشان يدخل في مرحلة الإزهار والإسمار هيضطر ياخدها في 30 يوم في أغسطس بس يبقى اختصر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر اللي هو المفروض خلاص هيبدأ ينتج فيها المفروض البطاطس مية وخمسة مية وعشرة يوم مية وعشرين يوم بالكتير يقلعها ويلمها هو في أول شهر هيدي لها كل الوحدات الحرارية اللي عاوزاها فبسرعة النبات كده بلغة الفلاحين هيسرول ويبقى متقزم ولا هيدي ساق ولا هيدي ورقة ولا هيدي حاجة وبالتالي مش هيدي درنا لأن احنا بالمفهوم البسيط سلقناه فإذا الصح ايه؟ حتى لو اسيب الارض آه بايره شويه شهر مش هيفرق بس ازرع البطاطس في اول سبتمبر والى ان يفتح الله على الدكتور محمد فهيم بانه يفتح موبايله بكده انا قلت التحذير بتاعي آه هضطر اسيبكم علشان اروح لفقرتي الرئيسيه لكن قبل ما نروح وقبل ما اطلع فاصل هسيبكم مع الفقرة الطبية للدكتورة أمال صبري استشارية طب الأطفال والتغذية العلاجية العلاجية وفقرتها الطبية النهاردة عن الخبر الشائحة المرض الشائع حاليا وهو مرض التيفود عند الأطفال اللي بينتشر الأيام دي خليكم معانا وراجعين لكم بعد الفقرة الطبية والفصل